السيارة؟ لو سمحتي ممنوع الصفار. ليش كل سيارة في سودة تنزل؟ هنا يا أختي أنا سيارة فيها الكبر؟ هون أنا عندي تعليمات إنه هون الصف ممنوع، بعدين أنا بيعاقبوني. زين ليش ما خصمونش مرافق على سيارة اللي هني؟ يعني هدول سيارتي هدول للموظفين سيارات. ريلي صدقني أكو مبارك سيارته هني. زوجك لما وقف أكيد كان حدا غيري، سكيورتي ثاني. انزلي بخصموا لي مراتبي حرام انا مسكينه. عادي معي. يا شكرا شكرا كثير كلك ذوق. اوه طارق شو هالكلام؟ بابا شو هالكلام؟ في بنت طالعه على شكل ولا انا؟ بدي اشوف سياره ولا انا ليش حط هذا ورا؟ انا ما في كل ورا انا في داخل غصانه. الله يسامحك ما اقول ما انتبهت يعني في بس كل شيء اوكي لا تخليني انا شو هذا مشكله شو هذا مشكله انا شو اسوي هذا كل كسر انا ما اشوف كلام انا انشورنس ما في بابا انا ما في بيمه ما في كل انشورنس شو يسوي هذا بريك كله خربان وبعدين يعني بريك شو بلستك ورا شو يسوي انا كم هذا كم هذا هذا 500 دولار والله ربي يرحمك ليه؟ I'm sorry.